صور هذه وهذا الجثمان الآن تصل إلى رام الله. نشاهد هذه الصور المباشرة من رام الله وهي تستقبل جثمان الزميلة الفقيدة الراحلة شيرين أبو عاقلة، وفي انتظارها جموع هؤلاء الفلسطينيين الذين احتشدوا لتوديع جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة. جثمانها هي التي عرفوها في كل السنوات الماضية صوتا صحفيا فلسطينيا ينقل يومياتهم وينقل مختلف الصور بكل مهنية لواقع الشعب الفلسطيني. إذن في هذه اللحظات وصل الجثمان عن طريق سيارة الإسعاف التي نقلته من مستشفى الطب العدلي بعد معاينته. الآن وصل إلى رام الله إلى هذه الساحة متابعة لهذه الأجواء. معنا من هناك الزميل وسام حماد. وسام تسمعني؟ نعم أسمعك. الآن نحن على مدخل مكتب قناة الجزيرة في رام الله وننتظر وصل جثمان الشهيدة شيرين أبو عقلة لإلقاء نظرة الوداع عليها من الزملاء العاملين في مكتب الجزيرة وعدد كبير من الصحفيين والمواطنين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى باب مكتب الجزيرة. أيضا هنا عدد من رجال الدين المسيحيين والمسلمين للصلاة عليها قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، حيث سيتم تشييع جثمانها في تمام الساعة 11 بتوقيت القدس إلى مدينة القدس لتوارث ترى في مقبرة العائلة مقبرة الصهيون يوم الجمعة رحمة الله عليها. الآن يصل جثمان الزميلة شيرين لإلقاء نظرة الوداع عليها، وتحملني عزيزي لأن المشاعر الحزن عليها كبيرة جدا. لا بأس عليك يا وسام، لا بأس عليك، هذا أمر طبيعي عندما يكون الوضع. وعملنا معها طوال السنوات الماضية. الآن تصل شيرين لجثمان ليتم وضع على التابوت ليتم إلقاء نظرة الوداع عليها من الزملاء الصحفيين المتواجدين وقارئها.